السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم تاني مع عروض نادي الاعمال، العروض اللي ناس كلمتني امبارح وقالت لي عايزين ننتهز العرض، عايزين ما نفوتش عرض ضعف نقود نادي الاعمال، عايزين لعبة سهلة تخلص في وقت قصير نستفيد بحبة كوينز حلوين. النهاردة جايب لكم 500 كوينز او 490 بمعنى صح بالظبط. النهاردة لعبة بسيطة جدا 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 والله، بالظبط نص ساعة بالظبط هتخلص، فتابع معانا نهاية الفيديو. يلا بينا نبدأ في الفيديو. عرض ورجعنا لكم من تاني. افتح يا سيدي الفي بي ان بتاعك ايا إن كان انت بتستخدم في بي ان ايه. انا شخصيا كل مره بقول ان انا بستخدم في بي ان باندا، في بي ان اللي صورته هتكون قدام حضراتكم دلوقتي. انت حمل في بي ان اللي يعجبك، اذا كان سولو في بي ان او يو اف او في بي ان، اي في بي ان يعجبك حمله، كله هينفع. اعمل على دولة امريكا، خش على الفي بي ان اختار دولة امريكا او اي ولايه جوه دولة امريكا بالذات نيويورك، مش هتفرق. خش بعد ما تفتح الفي بي ان افتح اللعبه، وبعدين خش على الايرون سورس الزرقاء دي. يلا بينا يا سيدي نخش على الايرون سورس واوريكم اللعبه اللي انا خلصتها بالظبط في نص ساعه. اللعبه خلصت عندي وعملت كومبليت اهي. اللعبه دي بلاي تو ليفل 6، بيقول لك اوصل ليفل 6 في خلال 7 ايام. هي اصلا اللعبه مش هتاخد 7 دقايق، فاللي هو اللعبه بسيطه جدا جدا جدا. اللعبة زي ما انتم شايفين عليها 490 كوينز. اللعبة انت توصل ليفل 6، هو بيقول لك اوصل ليفل 6 اند كومبليت ات. يعني ايه كومبليت ات؟ يعني بيقول لك اوصل 6 والعب كمان ليفل 6. انا هوري لكم دلوقتي اللعبة هتوصل ليفل 5 مثلا وبعدين هتوصل ليفل 6. لا انت مش هتقف لحد هنا، هتكمل لعب وانت في ليفل 6 كمان. فيلا بينا نروح مع اللعبة على بعض عشان اوريكم اللعبة بتتلعب ازاي. بس في نقطة عايز اتكلم فيها، ان انت اول ما تحمل اللعبة ويقول لك تم التثبيت اقفل الفي بي ان قبل ما تفتح اللعبة. اقفل الفي بي ان قبل ما تفتح اللعبة. يلا بينا نروح للعبة على طول. ورجعنا لكم من تاني، ودي واجهة اللعبة زي ما انتم شايفين. اول ما بتفتح اللعبة عبارة عن بازل يعتبر، او زي الغاز كده، وانت بتحلها بتطور حاجة، يعني تحط حاجة على حاجة، اتنين حاجتين شبه بعض، مثلا معلقة على معلقة يديك سكينة. فانا مش بهزر على فكرة، ده مثال فعلا موجود جوه اللعبة. فزي ما انتم شايفين دي واجهة اللعبة، هيوريك فيديو تعليمي في الاول، فيديو تعليمي بسيط. وزي ما انتم شايفين فوق انا في ليفل 6 وكمان لسه ما كملتهوش، ولكن الكوينز اتضافت واللعبة اتحسبت لي. فانتوا ما تقلقوش، اللعبة بسيطة جدا جدا جدا، وهي بتساعد اصلا ان انت تاخد الكوينز. يلا بينا نروح نشوف اللعبة بتتلعب ازاي. اول يا سيدي ما بتخش بتضغط على بلاي ليفل 1 عشان انت هتكون ليفل 1. زي ما انت شايف قدامك اي حاجتين، الحاجات اللي معمول عليها برق ديت هي اللي بتطلع لك. بص لما تضغط عليها بتطلع لك الحاجات اللي هي شبه بعض، يعني مثلا منديل والمنديل ده بص يديك معلقه، والمنديل والمنديل ده يديك معلقه، بعدين تحط المعلقه على المعلقه يديك شوكه. فاهم؟ هو هي لعبه اطفالي شويه، بس مش مهم، احنا اطفالي او غيره مش مهم، احنا اهم حاجه عندنا الكوينز. فتيجي مثلا تحط الشوكه على الشوكه يديك سكين، ولكن اللعبه مش كده بس، يعني مش ان انت تحط شوكه على شوكه تديك سكينه. طب وبعدين؟ اللعبه في المهام اللي فوق ديت، شريط المهام اللي فوق ده، زي ما انت شايف بص الشريط اللي بيتحرك فوق دوت، الشريط ده هو شريط المهام المطلوبه منك عشان تعدي الليفل. هو هنا طالب منك في اول هما كام عشان انت وصلت طبعا ليفل 6، في المهام كل مره بتزيد. انت في ليفل 1 هتلاقي مهمه واحده بس، هتعدي ليفل 1 اول ما تعملها، هتعدي ليفل 1. هتروح ليفل 2 هتلاقي مهمتين، فهتعدي ليفل 2 على طول، فما تقلقش، يعني هي بسيطه جدا. ليفل 3 هتلاقيها حاجتين برده، طالب منك 2 برده. ليفل 4 هيطلب منك 3، وليفل 5 4، وادي ليفل 6 طالب مني 5 حاجات. ولكن هي كل مره بتصعب، ولكن هي لحد ليفل 5 او لحد ليفل 6 سهله جدا جدا جدا. زي ما انت شايف مثلا طالب مني في الاول اللي هي بتاعت القلايه ديت، ومش عارف المخبوزات ديت، اتنين طالب مخبوزات اتنين. بص انا معايا مخبوزات واحده وعامل عليها علامه صح، كل اللي معمول عليها علامه صح دوت، يبقى انا حققت حاجه هو طالبها فوق في المطلوبات. وممكن على فكره لو انت مش عايز تتلخبط مثلا وتحط حاجه على حاجه يكون عليها علامه صح، ممكن تاخدها وتحطها تحت هنا. كل اللي عليها علامه صح تاخده وتحط تحت هنا، تاخده وتحط تحت هنا. ليه؟ عشان ما تغلطش وتحط على حاجه. يعني مثلا ممكن نطلع دي كده واغلط مثلا واحط الاثنين دول على بعض كده، علامه الصح طارت من عليهم زي ما انت شايف. ولكن انت عشان تضمن بتاخد الحاجه تحطها تحت.
مثلا نطلع اتنين دولت. انا طبعا خلصت اللعبه يعتبر الكوينز اتضافت زي ما انتم شايفين، فمش هيهمني بقى اذا كنت ضيعت علامه صح او لا. فمثلا اتنين عليهم علامه صح، همت الاتنين الشوكولاته دولت هنضيفهم على بعض دلوقتي. علامه الصح لسه موجوده لانه طالب برضو دي، ممكن مثلا نطلع اهي معانا واحده اهي ممكن نضيفهم على بعض، طلع لي دي بس هو مش طالبها، فبالتالي ما فيش علامه صح عليها. مثلا زي ما انتم شايفين نحط دول على بعض، ف الحاجات اللي عليها برق ديت بتتم انك تطلع منها حاجات حاجات حاجات، بص لحد ما تقف، لحد ما يجيب لك علامه الساعه اللي عليها دي. ايه علامه الساعه دي؟ طيب معناها ان الخزنه بتاعتها او الحاجات اللي هي بتطلعها وقفت، ما عادش بتطلع حاجه لحد الساعه دي ما تكتمل. فانت ممكن بالعملات الذهبيه ديت، العملات المجوهرات ديت تخلص اي حاجه، يعني مثلا دي وقفت ممكن تعمل سكيب ب20 ساعات. برضو البرق دوت اللي هو بتطلع منه الحاجات، يعني مثلا بص وانا بضغط على بتاعه البرق دي وهي بتطلع حاجات، خلي عينك فوق على البرق، على البرق اللي فوق خالص ده، البرق ده اللي هو جنب الليفل اللي لونه اصفر. فانا وانا بضغط هنا البرق بيقل، كل واحده بتطلع البرق بيقل اول ما يوصل لصفر. فبالتالي لما يوصل لصفر انت مش هتعرف تطلع اي حاجه تاني، فبيجي لك ان انت ممكن تستدعي 40 100 قصدي ب40 عمله، لان انا استدعيت ب10 واستدعيت ب20، فدلوقتي حان الدور ان هي تبقى ب40. فانت ال100 هيكونوا ب10 في اول مره، بعدين هتستدعي تاني هيبقوا ب20، تستدعي تالت هيبقوا ب40، لحد لو اللعبه استنت معاك لتاني يوم هيرجعوا يبقوا ب10 20 40. فانت ممكن تستخدم الكوين في استدعاء الحاجات ديت، وممكن تستخدم فيديو برضو عادي. بص زي ما انت شايف اللعبه قدام حضرتك، بص زي ما انت شايف اللعبه ما فيهاش اي مشكله، كل حاجتين متشابهتين بتجمعهم وبس كده، يعني معلقه ومعلقه، بس ديت مع ديت ودي الكره دي مع دي. فزي ما انت شايف اللعبه مش صعبه، اللعبه سهله، وكل ما انت بتحط حاجه على حاجه، يعني مثلا تعال نطلع شويه حاجات، كل ما انت بتحط حاجه على حاجه الليفل فوق بيزيد، الليفل فوق بيزيد، وفي حاجات هتطلع دلوقتي اهو. بص النجمه اللي قدام حضرتك ديت هي دي بتاعت الليفل اصلا، بيتزودك 1 اكس بي لما نروح للليفل. هو طالب 144 اكس بي عشان تعدي الليفل السادس اللي هي 144 نجمه من دي. بص احنا دلوقتي كام؟ 39. لما ناخد النجمه ديت نضغط عليها مرتين هنبقى كام؟ هنبقى 40. فدي اللعبه ببساطه، اللعبه سهله جدا، مش هتتعب، مش محتاجه منك تعب قوي او تركيز اصلا. اللعبة هتخلص معاك في وقت قصير، زي ما انت شايف النجوم اللي بتطلع تاخدها تلمها وبس. الصندوق دوت برضو بيساعدك، بيطلع لك حاجات لحد ما يقف، زي ما انت شايف وقف واختفى كمان. بتقعد تلم الحاجات اللي طلعت، تحط كل حاجة على التانية وتجمع منها المطلوب زي ما انت شايف. اول ما تجمع ساعات ممكن تجمع حاجة تطلع لك حاجة معمول عليها علامة برق اللي هي تطلع لك حاجات برضو، فانت فاهم يعني هي ملخبطة شوية، ولكن انت اول ما تلعبها هتفهم وهتستجيب ليها على طول. اللعبة مش صعبة يعني ما تقلقش. فكده نكون وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى بقى لو عجبك الفيديو عجبتك اللعبة ما تنساش دعمنا بلايك، عشان ان شاء الله ننزل لعبة جديدة كمان النهاردة او بكرة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تتابع الدوري اللي هننزله بالليل ان شاء الله. هنعمل القرعة بين المدربين، للعلم احنا معانا لحد العصر بس في تسجيل المدربين على الموقع، وبعدين هنقفل. اي مدرب هيسجل بعد كده مش هيتحسب، كل المدربين اللي سجلوا بس هم اللي هيتحسبوا، وهيتعمل ما بينهم القرعة. هيتاخد المدربين دولت فقط اللي هيتعمل عليهم القرعة للدوري بتاع النهاردة ان شاء الله، والدوري بتاع السبت القادم اللي هو الاسبوع القادم. فما تنساش بقى اللايك العنيف، اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام عليكم.